جبد من تحته كما سيف ولا شفره الطويله ديال 17. هذا العنصر الاخر. العنصر الاخر اللي كان معايا تيشير على هذاك داك البوي الزهرم. رجع اللور الراديو اللي كان هذا تفاس ولينا خصنا نحضروا مثلا. هي هذيك دخل ابو حفص دخل الفيزازي دخلوا الشيوخ كاملين يعني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد العالي المجاهدي. معتقل سابق ملف ما سمي بالسلفية الجهادية. كنشكر ريحانة بريس على هذه الاستضافة الطيبة ديالها معايا في السن ديالي ديال 8 سنين اللي كانت عندي في العمر ديالي. كنت كنقولوا باقي السن صغير بزاف، فكنت بديت الدراسة ديالي. ومن بعد أنني الأب ديالي الله يرحمه كان داني باش نقرا في مسجد النور في الدار البيضاء يعني القرآن، أنا والأخ ديالي. ومن بعد أن فاش مشيت لتما يعني كان وعدنا الوالد ديالي الله يرحمه باش أن من بعد اللي يحفظ الكتاب كتاب الله كامل غادي يسيفطنا للسعودية وغادي نقراو تما ونكونوا لطلبة علم في السعودية. لكن أنا بالعصبية اللي كانت عندي من صغري والعنف اللي كان عندي من صغري والطريقة اللي كنت كنتصرف بها من صغري، طبيعة الحال ترفضت في دار القرآن في يعني في بوسيجور في مسجد النور. طردوني من القراية، والأخ ديالي كمل لي كتاب الله والحمد لله مشى للسعودية ودابا طالب علم تما. لكن أنا صافي فاش وقع لي المشكل تما طردوني يعني، وخاصة المشكل اللي وقع لي في دار القرآن أنني ضربت الفقيد ديال دار القرآن بديريكت لوجهه، لأنني كنت باسل بزاف وكنت صغير ما عرفش داك التصرفات اللي كنت كنتصرفها كيفاش، واش طبيعية أو غير طبيعية. لكن التصرفات هي أنني يعني الدراري الطلبة اللي كانوا معايا كنت صعيب فيهم كاملين، كنت ندابز مع الطلبة وكنت كن يعني قاصح بزاف فقيه ما نسمع ليش ما علاش ما نعرف يعني. والسبب باش انني نضرب الفقيه ديال تما بديريكت هو انني في النعاس كانوا الناموسيات هكا مثلا كان تما داخلي، وكانوا تما كيجيو الباكستانيين والافغانيين يعني ديال الدعوه والتبرير. وفاش يعني وصلت لمستوى ان الفقيه عرفني انا اللي كنوض كنضرب الدراري بالتصرفيق في الليل، وكنبقى داكشي غادي نلعب خصنا نلعبوا هذا نعاس كضربوها كيفاش وليت نعاس هادي فعرفني انا يا جاتي غوت جرني من بلاصتي صدقت ضربته بديريكت. لا غدا قالوا لي راه عندك عطله غتمشي بحالاتك، شدوا بيا الكار ديال الدار البيضاء المولاي يعقوب ومشيت بحالاتي المولاي يعقوب. ملي دخلت للدار قالت لي الوالده علاش انت جيتي كي درتي جيتي، قلت لها صافي الوالده راه عطاوني عطله انايا، قالوا لي سير انت عندك عطله طويله صافي. ففي الحقيقه الوالده قالت لي شنو حفظتي، بقيت نعرض عليها شنو حفظت صافي. من بعد العشيه جا الاب ديالي لقاني تما كيناس اش كدير هنا، قلت له راه عطاوني عطله، قال لي فين كاين هاد العطله، كاين دابا شي وقت شي عطله. عيط لهم كان عندنا التليفون ديال فيكس ديك الساعات، عيط يعني المسؤولين ديال مسجد النور قالوا له راه ولدك شنو دار شنو دار شنو دار. تما بدات القصه، الوالد ديالي قصح معايا و يعني خرجني قال لي دابا اعتمد على راسك وكون راجل يلا وبين لينا. فهذا صافي انا وليت نعتمد على راسي في ذاك الوقت، وليت يعني كندبر نخدم على راسي وانا صغير هادي فهادي، زائد التمره ديال الدار طبيعه الحال عليا، زائد المدابزات، زائد لونطريمون الرياضه في الجبال مولا يعقوب بواحد الطريقه خويا، راه الشباب مولا يعقوب والناس مولا يعقوب عارفين هادشي كله. يعني توصلت لواحد المستوى ديال انني وليت عنيف جدا. لا اصلا البيت هو اصلا شافني عنيف وما كانش يعني النواه، من طبيعه الحال ان راه اي والدين واي بيت تيبغي ولادو يكونوا مزيانين. خوتي حنا 8 د الخوت كنا رجال، والواحد اللي فيهم هك يعني عنيف هو انايا، لكن السبعه الاخرين كلشي مسالم الى اقصى حد. وفي نظرك شنو السبب اللي جعلك يكون عنيف من الصغر؟ ما انا ما عارف شنو السبب. انا ما عارف شنو السبب. انا هكاك ما عند الله صافي. من بعد ان وليت في هذه الحاله في مولاي يعقوب هكا، منين درت السن ديالي تقريبا 17 سنه كان يعني كنمشي لليسار رياضه فور كونتاك، العنف المهم المدابزات في الشارع، وليت فوتوغرافيك في لابيسين مولاي يعقوب، والمدابزات مع الناس اللي تيجيو تما. هي اللي شي واحد رد الهضره مشى
خصو يخلص الصحه اللي ما المهم كاين مسائل كثيره. يعني وليت نشرب الشراب داك الساعه وليت ولكن القارو عمرني كميت ولكن الشراب. ف قلنا انا واحد الصديق ديالي قلنا اننا صافي خصنا نقبطوا الطريق الاصدقاء تما قلنا خصنا نلتزموا خصنا نبداو نصليو خصنا قلنا راه نشوفوا شنو يعني الدعوه والتبليغ. ناس مزيانين ولكن ما عندهمش الجهاد ما عندهمش هذا. ما بقى داك الساعات كنا كنشوفوا اشرطه ديال الفيديو ديال افغانستان وديال هذا ولكن هكاك ما انضميتش انا لذاك الفكر شنو. ومشينا نلعب الاحسان مشينا نلعب كان داك الساعات عبد السلام ياسين مشينا نلعب الاحسان فاش دخلت يعني الدروس ديالهم هنا في البطحه في مدينه فاس وكيديروا بالليله الخميس فاش مشيت فسبحان الله الدرس اللي تيديروه قال لكم سيدي عبد السلام قال لكم سيدي عبد السلام قال لكم انا حتى قلت واش هذا سيدي عبد السلام شي نبي واش شي رسول اللي قال لكم سيدي عبد السلام قال لكم سيدي عبد السلام لا تنزوك يا ربي دخلني مع سيدي عبد السلام للجنه يا ربي دير لي انت باغي تدخلي مع عبد السلام للجنه صافي قلت هادو ما صالح لي حتى هما انا خصني شي حاجه المعقول. من بعد بديت تنمشي للمساجد وواحد النهار انا جالس مول يعقوب تجا عندي واحد الشخص ملتزم سني تا قال لي عبد العالي بخير لاباس الحمد لله كنت عندي عاوتاني محلابه في مول يعقوب جا عندي تما المحلابه قال لي علاش ما تجيش عندنا لدار القران هذه كانت عندهم دار القران في عين الشقف. قلت له انا ما عارفش نبقى نجي صافي بقيت كنمشيت لعندهم لدار القران وليت نحضر للدروس هي هذيك فين غنبدا نحضر للدروس ديال بعض المشايخ السلفيه الجهاديه. فبدات الدعوه ديالي انا خصيصا يعني بطريقه خاصين واستقبالات ويعرضوني بزاف المسائل. من بعد ان خصك تبدا غير تغير المنكر مثلا تبدا في بلادك انا بديت كنغير المنكر في مول يعقوب لقيت شي واحد سكران شي المهم بزاف ديال المسائل وحتى استقطبت من تما الشباب بزاف فوق 60 ولا 70 شاب حتى داك الصديق ديالي اللي قلت له نبل ولا نلتزموا انا وياك سبحان الله العظيم هو مشى طريق البوتشيشيه وانا مشيت في الطريق السلفيه الجهاديه. يعني انا كنت نقلب على العنف لقيت العنف قال لك العنف ها العنف كيف المراد ديالك مشي بلا دليل بلا يديك وليت انا كنقلب على الدليل. الدليل هو ان الخطبه اللي كنسمعها ديال الجهاد الناريه خطب ناريه خطب يعني كتسمعهم تيعطيوك واحد القوه كما تنقولوا حنا ديك الساعات ايمانيه كتزاد الايمان ما لقيتهاش في الجماعات الاخرى اللي ما لقيتهاش نعم في الجماعات الاخرى. من بعد ان فاش ولينا تما وليت انا استقطبت الشباب في مول يعقوب شي 60 ولا 70 هكا معايا السلفيه الجهاديه والاخر مع البوتيشيه ولات منازعات لكن وقعت عداوه انا وياه هكا يعني هو غادي في واحد الاتجاه سليم وانا غادي في واحد الاتجاه عنيف. صافي تما بدات كتطور الامور ولينا نتلاقاو مع قادات اخرين ولينا خصنا نديرو حملات فاس ولينا خصنا نحضروا مثلا هي هذيك دخل ابو حفص دخل الفيزازي دخلوا الشيوخ كاملين يعني اربعه ديهم الشيوخ دخلوا لمدينه فاس وبقات الدعوه عاد كتقوى ديال الفكر الجهادي والفكر ديال العنف يعني الارهاب العنيف. من بعد ان يعني في نظرك فاس هي البدايه طبيعة الحال هي المنبع تنميه في المغرب فكرة. هي فاس هي التنميه يعني اللي نمات هذا الفكر ديال التطرف وفكر الغلو وفكر يعني العنيف. خاصه كان ديك الساعات ابو حفص في عويد الحجاج تيسكن جا من كازا سكنوه الاخوه تما عطاوه دار كلشي. الفيزازي كان كيسكن في الدكارات عند دار الاب ديالو تما خير ان شاء الله. بقينا كنتحركوا كان الا جوج شيوخ اخرين اللي كانوا خارج مدينة فاس كان كيجي شيخ من الرباط وشيخ من تطوان فكيجلسوا فاش النقاشات ديالهم الا على الامر المعروف والنهي عن المنكر في مدينة فاس والدعوة للشباب ولات واحد الاستقطابات قوية بين الشباب يعني ولا كلشي باللباس الافغاني ولا كلشي كيفكر في القتال ولا كلشي كيفكر في الجلسات السرية ولا كلشي هكا ولينا دايرين. انا كنفكروا في التدريب وليت انا تكلفت بالتدريب ديالهم تندرب رياضة الفولكولتاك وقتال الشوارع باسوفاج كنا كنسميوكم باسوفاج يعني قتال الشوارع يعني كيفاش انك تدافع وكيفاش انك تواجه الهجوم والدفاع. فين كنتو كتم في ليصال هادشي كنا كنديروه. من بعد ان كنا كنخرجوا للخلا الغابات
فهمتي مثلا بحال الكيفان ديال زليليك المغارات المغارات اللي ديك الساعه انا مثلا حنا عندنا كل جماعه كيخص واحد يكون مأمر عليها. كنت انا دائما الجماعه اللي عندي راني مأمر عليها لان من طبيعه الحال ان كيشوفوني شجاع وكيشوفوني ديما كنتقدم للامام وممكن انني تنضرب الضرب عندي زويون دغيا نطيح بزاف نجيب الله فيه التيسير فهمتي ولا لا يعني فبزنا في هاد الطريق هادي حتى ولات الامور كتطور لياش ولينا باغيين الامور توسع في المغرب كله وبدات كتوسع في المغرب ولا الاتصال ممكن تكلم على ابرز الحملات اللي سميتها حملات تعزيريه اللي كنتو كتقوموا بها فاس كنت واحد المراجع في التاريخ الكلاسيه وبانوا لي جوج الماطر كان ديك ساعه البيرغمان موتور بيرغمان وموتور سكوتر مول بيرغمان من شافني جاي كان عندي شويه الشعرك واللحيه وهذا شافني جاي هرم هز البنت وهرم فهمتي حيت ديك الساعه كانت متلوقه في مدينه فاس صحاب الحي تيغيروا المنكار تيضربوك كدير رويه في الاخر والاخر ما هربش معاه بنت اخرى ما بقاو جالسين حاطيني الموتور وجالسين جيت لعندو قلت له اش كدير انت هنايا قال لي علاش كتسولني قلت له كنسولك جاوب اش كدير هنايا قال لي انا بوليس قلت له انت بوليس قلت له ما عرفتيش شكون انا قال لي لا كنجبد كنت كنديروا هذاك الساعه تنديروا السلاح الابيض هكا كنديروا له السلطه ديالو يعني جيلي وكيتضرب هكا هنا كتضرب عليه جاكيطه ولا سائل جبتها من تحت هكا قلت له ما عرفتيش شكون انا جندي من جنود الله جلس الارض جلس قلت له جندي من جنود الله خاف جلس الارض قلت له البطاقه الوطنيه ديالك عطاني البطاقه الوطنيه قلت للمراه البطاقه عطاني العقد الزواج عطاني العقد الزواج بقيت تنقاد لقيتها مراته بصح ما كذبش عليا هذه قلت له يلا انت منين هذه مراتك علاش جالس حدا داك الواحد نعس وحده فوق البيرغمان وانت ما مسوقش تكون عندك غير على مراتك وهذه 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 بقيت زعما تنصح فيه قال لي انا هو اللي مخزن وهو اللي كلشي بالعكس عندنا حنا داك الساعه هو كان هو شرطي هو شرطي من الولايه هو ادعم الفاس صافي هو من بعد ان صافي ما هضرش معايا لقيت داكشي ولا قلت له صافي الله يعاون مشيت ديك الساعه كنت غادي اصلا باش للتدريبات في سيدي سليمان هنا جد لابيضه كنت غادي نلاحظ اصلا باش نزيد ندرب الاخوه ديال الامر المعروف نعلم يعني اللي كيخرجوا عن الحملات التعزيريه صافي يعني بقات الامور كتطور هكا خرجوا خرجات ولينا نفيئوا الناس نديو ديال الناس ما معنى الفيء الفيء هو السرقه باسم الدين هو ان كتجوز حلال انك تسرق لواحد لواحد الشخص يعني مرتكب عندك انت انه معصيه او كافر يجوز ماله ودمه وماله واولاده وعرضه ده يعني كنا كنستدلوا بآيات كثيره وباحاديث كثيره في هذا الباب هذا ديال الجهاد كانوا كيعطيونا ادله اللي وكيعطيونا فتاوى الشيوخ انه يجوز هذا الشيء هذا وحلال فمالهم حلال عليكم وما كنشدوا داك الشيء داك الاموال داك الشيء كنسرقوها كتسرق بطبيعه الحال كتمشي لبيت المال عند المسؤول اللي كان مكلف داك الساعه باش كيحرك الامور باش كيزيد انه يعطي الشيوخ او لا نشوف الدعوه باش تحركوا الدعوه باش بزاف المساعي السكن ديالهم الماكله ديالهم تحتاجوا بزاف الامور فهمتي ولكن هادشي كان سري من بعد انه ولا تناسق مع الناس ديال طنجه القياديين ولاو تيجيو ومنهم شي وحده راه مشاو لسوريا وماتوا تما في سوريا ولا تناسق عندنا مع الناس ديال طنجه وحتى في الاخر طلبوا مني انني نمشي لطنجه ندير التدريبات في طنجه الاخوه ديال طنجه بقى ندربهم تما ديك الساعات باش نزيدو نعطيو الفكر الامر المعروف نهي المنكر يعني الحملات التعزيريه في المدينه ديال طنجه يعني ديك الحملات ديك التحركات هذا كان واحد النهار واحد الصديق يعني كان معنا نفس الفكر تا هو ديال التطرف داك الساعات وداكشي كان كي عليه مذكرات بحث قلبوا عليه وبغى يدوز واحد يعني واحد اتجاه مطوقين عليه الامور يعني البوليس مطوقين عليه الدنيا تما عيطوا لي انا جيت هزيتو لبستو النقاب وهربتو وديتو بات عندي في الدار ملي بات عندي في الدار لا غدا قالك بغا يخرج من الدار قلت له لا الامير ما قالناش ما قالكش تخرج قلت تبقى هنا حتى نشوف شنو غنديرو قال لي لا خصني نخرج عندي شي حسابات مع شي اخوه اخرين خصني نمشي عندهم انا خصني ندير خصني نضرب هذا خصني نفعل هذا خصني يعطيني الفلوس بقيت تنتغن معاه تنتغن في الاخر بغا يخرج بوحديتو من الدار ما قدرتش نسمح فيه قلت له يلا زيتو كان عندي موطور زيتو داك الموطور تمينا غاديين وصلنا للبنسوده هادشي كنت تسكن زليغ من زليغ هبط للبنسوده ففي الاخر
تنتفاجئ باحد الامنيين تابعني من اللور بطوموبيل الامن الوطني كلاكسون عليا باش نوقف ما بغيتش وحسات بقى تابعني زيرني زيرني وقفت قال لي ما بغيتيش توقف قلت له انا ما شتكش وزايد فلان عندي ضعيف هكا بقينا تنتغنوا قال لي البطاقه الوطنيه ديالك عطيته البطاقه الوطنيه ديالك انا البطاقه الوطنيه ديالي عندي مبتسم فيها ديك الساعات قال لي انت ماشي هذا لان هذه فيها بالحيه ولا باللحيه قال لي ماشي هذا هذا مبتسم انت ما كتبتسم شو كي داير قلت له مالك كيجيك داير انا طلع لي الدم من هذاك الهضره قلت له كيجيك داير قال لي ما كتزيد في الهضره قال لي تمشي معانا قلت له ما غنمشيش علاش غنمشي ها البطاقه الوطنيه بدات المغنى انا وداك البوليسي سب لي من داك الساعات وعيط في الراديو تما جاي البوليس هو يقول اللي معايا قال له عطيني البطاقه الوطنيه ديالك نتايا قال له ما عنديش نزل الاخر بدا كيتغنى معاهم جبد من تحتو كما سيف ولا شفره طويله ديال 17 العنصر الاخر العنصر الاخر اللي كان معايا تيشير على هذاك داك البوليس هرب رجع لور لاح الراديو اللي كان هز البوليس الخليل جاي تما شافو الاخر تيشير رجعوا هربوا كلشي هرب لا هز الراديو الاخر عطاه بالسبقه انا بقيت غنشوف انا ما كنتش غنوصل للراديو ولكن في الاخر لان انا عطيتهم لاكارت ديالي صافي تعرفت انا حصلت